التي يسيطر عليها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، يؤكد خبراء بأنها بقايا سرايا الدفاع التي أسسها رفعت الأسد في الثمانينيات. الفرقة الرابعة السورية أو أسود الرابعة كما يطلق عليها بعض السوريين، شبهها الخبراء العسكريون بسرايا الدفاع التي أسسها رفعت الأسد في ثمانينيات القرن الماضي، ومنهم من قال إنها بقايا لسرايا الدفاع. أهمية الفرقة برزت بعد أن استلمها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار، وحظيت بدعم خاص ومنفصل عن بقية الجيش السوري، دعم مادي كبير وآخر تقني وعسكري، كما احتلت أفضل المعسكرات في المناطق المحيطة بدمشق، إضافة إلى تجهيزها بأحدث الأسلحة، وأفراد الفرقة ينالون معاملة خاصة وأسرهم أيضا. ماهر الأسد والذي وصف بأنه الأب الروحي للفرقة يشغل الآن رسميا منصب قائد لواء الفرقة، وعلى الرغم من أنه يحمل رتبة عميد وبحسب المناصب العسكرية فإنه لا يسمح له بتولي قيادة فرقة، فإنه صار الاستثناء وأصبح القائد المطلق الذي تصدر عنه الأوامر حصرا. هذه الفرقة التي قيل إنها تعمل كدولة مستقلة تردد اسمها كثيرا خلال الأحداث الأخيرة في سوريا، خاصة بعد أن انتشرت مقاطع فيديو تظهر عناصر من الفرقة وهم يقمعون المحتجين ويحاصرون درعا ودوما وبانياس وغيرها. وإذا عدنا بالتاريخ إلى الثمانينيات، فقد تمتعت سرايا الدفاع التي أسسها رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد بنفس الامتيازات من تدريبات خاصة ودعم مالي وعسكري، واستخدمت الفرقة آنذاك في حصار ومهاجمة الإخوان المسلمين في مدينة حما. وفي عام 84 حاولت الفرقة بقيادة رفعت الانقلاب على أخيه في الحكم، لكنه لم ينجح، وبعدها تم نفي بعض عناصرها وتسريح آخرين، في حين انضم قسم منهم إلى فرق الجيش الأخرى. ذات السيناريو يتكرر هذه الأيام، المكان نفسه مع اختلاف في الزمان، لكن النهاية ستتضح في الأيام المقبلة. رفاه السعد، العربية. أخبار مساء مستمرة، يمكنكم متابعتنا على تويتر، فيسبوك.